كله مستفاد من يمه، بس مال انا الانسان العادي اجي انتخب واحد ما مستفاد من عنده، ما اعرف ايش انتخب ليش؟ نفس الوضع وللاسوء. نعم. فاذا لسه على شنو منتخب؟ فاعزف عن الانتخابات وما غير. نعم. احنا نشكرك يا ابا، شكرا جزيلا لك، الله يرزقكم ان شاء الله، شكرا لك. تواصلوا وياكم مشاهدينا الكرام، نكمل جولتنا. حكينا ويا اصحاب المحلات هنا، يعني اليوم هو ارتفاع الاسعار هي مأثرة على كل الشارع العراقي وعلى الشباب، يعني اليوم اكو طبقات فقيرة ما تقدر تتبضع وتقدر تشتري ملابس لاطفالها بسبب ارتفاع الدولار، يعني اليوم نتمنى ان ترجع الحركة الطبيعية والمتعارف على العيد تكون بالحركة يعني تكون اكثر من قبل، يعني ممكن الصبح تكون حركة العصر من اجل التبضع لملابس العيد، لكن اليوم هي نقلنا لكم الحركة يعني في سوق مهم يرتاده اغلب الشعب العراقي، متوفره كل الاشياء هنا، انواع الملابس، انواع الماركات، كل شيء متوفر هنا، لكن للاسف يعني اليوم نلاحظ ضعف حركه اخبار الشراء لدى المواطنين بسبب مشاكل كثيره، يعني اليوم مو بس درجه الحراره ومو بس الدولار، ايضا اكو مشاكل اقتصاديه يمر بها البلد، هذه تاثر على المواطن وتاثر على المتبضعين. نكمل جولتنا احبتي المشاهدين ونشوف هنا شباب. الله يساعدك يابا، شلونك بويا؟ شلون السوق الشغل؟ والله انا مو ابو البسطيه. انت كمتبضع شلون شفت الاسعار؟ والله نص نص، صاعده نازله يعني. نعم. اكو قسم بضاعه باقي سعره هو. نعم. اكو قسم لا والله صاعده. نعم، احنا على ابواب عيد، حضرتك تبضعت ملابس بعد؟ قسم يعني تبضعت وقسم يعني ما يعني مو 100%. نعم. 50% يعني 50%. شلون شفت الاسعار؟ اسعار الملابس مختلفه عن قبل؟ انا قلت لك اي طبعا مختلفه اكيد. قسم انا قلت لك صاعده واكو هسه مثلا هذا هاي الملابس الداخليه تاخذني. نعم. على خمسه هسه بسته وبسبعه الفانيله وال نعم هذا تاثر على اصحاب الدخل المحدود على الناس الفقراء. نعم موظف. نعم. اما اخوك العبد لله هم موظف يعني. نعم. هذا فرق فرق وايد فرق وايد فرق. نعم. شلون الملابس بكل شيء. نعم يعني كل جوانب الحياه العفو. نعم. اليوم احنا على باب انتخابات، عندك امل بهذه الانتخابات؟ لا ولا عندي امل بالله ان شاء الله، بس هذول لا هم نفس ال يعني ممكن تجي شخصيه تنقذ البلد من هذا الوضع نفس الليبي. يعني هم قصدي هم نفس الوجوه بس الاسماء اختلفت فقط لا اكثر ولا اقل. نعم. بس مجرد يعني الحزب. نعم. غيره الاسم. نعم. مالته فقط لا اكثر. نعم. ولا اقل. حضرتك هنا من البياع؟ لا 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 من الاعلام العفو. شلون هالاعلام الخدمات اللي بيها احكي لنا، الكهرباء، الماي، بقيه الخدمات؟ كلش هاي من ذاك الشتاء ولحد الان يعني مشيت ما عندكم مي الا مضخه يلا ولو يجي لو ما يجي. زين شلون عايش الناس هناك؟ خدمات البلديه الحمد لله الانقاض مليانه، النفايات اجلكم الله ما شاء الله يعني حدث ولا حرج. نعم احنا نشكرك يابا، شكرا جزيلا لك يابا، شكرا. نعم احبتي المشاهدين ناخذ فاصل قصير ومن بعدها نكمل جولتنا، خليكم ويانا. نرجع لكم احبتي المشاهدين ونكمل جولتنا من برنامج الشارع العام وندخل لصاحب المحل هنا ونتحدث عن الاسعار اللي متواجده هنا. يعني اليوم مختلف الماركات وايضا الالوان والاحجام متوفره هنا، لكن للاسف الشديد اليوم حركه التجاريه وحركه التبضع هي ضعيفه لدى اصحاب المحلات، مشاكل كثيره يمر بها البلد واليوم هي تعكس هذه المشاكل على الشارع العراقي. السلام عليكم. وعليكم. شلونك يابا؟ اهلا وسهلا. شلونك زين؟ حبيبي. الشغل شلون؟ احكي لنا وضع الشغل هنا، انت صاحب محل وعلى ابواب عيد. اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. وشكرا لقناتكم الموقره. نعم. نبدا بالسلام، هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه من ناحيه السوق وكتبضع الناس يعني والقوه الشرائيه ما نقدر نقول حتى 1%، صفر. يعني وصلت لهذا المستوى؟ 0%، يعني اليوم احنا كتفتيحه سوق مثلا نقول من 8 الصبح الى 8 9 بالليل. هي وين ماكو سوى احتمال تجي ايام منعزل، احنا عندنا احسن لنا وكايجار ماشي كرسوم كضرائب. نعم. شلون اصحاب الايجارات وياكم؟ يعني وقعوا لكم الايجار؟ ايجارات لا تسقيط ايجار ولا شهر ولا يوم، يجيك صاحب الملك كل شهر يريد. عندهم جمله دائما يستخدموها ما يعجبك اطلع. هاي استخدموها وياكم؟ من عندي عادي. هاي بالاشهر المضت اللي ما جاء كورونا. نعم. يجيك راس شهر اكو ماكو فرغ للمحل خلال اسبوع، حتى اذا كان سرق فلي او غيرها، يعني كشغله قانونيه ما تاكل انه سرق فلي، بس كايجار مثل ما نقول يقول اطلع خارج نطاق المحل يعني خلال اسبوع اتفرغ لي.
زين، انت تجي على وضعيه السوق، السوق يعني مثل ما تقول ورا الجائحة مال كورونا بدا نعم. شويه يتحرك يعني ورا فك الحظر وكذا نعم. حتى من كان الحظر الجزئي تحرك السوق، مو ما تحرك، جتي صدمه وراها انه سعر الصرف صعد، يعني بدل ما كانت 15000 القطعه نعم. صارت 20. زين، الزبون او اللي يشتري مثل ما تقول المتبضع ما يتقبل السعر نعم. ولا انت راح تقدر تبيع على سعر قديم بنفس الوقت، لما راح يصرف لك نعم. الايجار ثابت عندك، صرفياتك ثابته، والبضاعه اللي تشتريها هي صعدت دولاريا اصلا صعدت، لان نعم. الشراء والبيع تاع الدولار وسعر الصرف نعم. المتبضع ما يعرف هذا الشيء، يريد السعر القديم هو، ماذا يعرف وضعيه السعر الصرف وسعر السوق لي وين توصل مرحله بيها للصفر مثل ما تقول نعم. وهذا مدى تشوف انت يعني السوق، ومو شرط انه كمنطقه البيع او شارع 20 وكذا، اغلبيه الاسواق التجاريه على نفس الحال ونفس النمط. زين، انت هنا عندك ملابس شبابيه نعم. شلون تشوف الشباب يعني دا يشترون ملابس بكثر مثل قبل، مثل ثلاث قطع أربعة لو فقط اكتفي بقطعه وقطعتين؟ لا لا، قطعتين هاي زايده، يعني قطعتين زايده، يعني قبل كان يعني ما نقول له احنا فتره هوايه، فتره الصعود يشهد الله، بس فقط فترة الصعود مالت الدولار، يعني يجون الزبائن شباب إن كان كبار بالعمر أو شباب مثل ما تقول من أعمارنا نعم. يسوق يتبضع يعني قطعتين ثلاثة أربعة عادي، وتعرف أنت الملابس تأخذ على بنطرون على حذاء عفوا على قميص على كذا نعم. لا هسه لا، يجي على قد تيشيرت أو على قد بنطرون الاحتياج حصرا نعم. بس يعني بيوم اليوم برأيك هم الشغل يأثر على الشباب، يعني عندنا كثير شباب بلا عمل بلا تعيين، هذا هم تأثر عليكم يعني أخي أني الناس ما تنزل تتبضع. أنا أتحدث وياك يعني عندي من ضمن الشباب مثل ما تقول أخوة اثنين إليه نعم قاعدين من الشغل وخريجين، أنا خريج هندسة 2010 نعم، يعني بفضل الله أنه عندي شغلة أكل من عندها عيش، غيري ما عنده هالشغلة نعم. تفتني شلون؟ وعلى هاي الوضعية مثل ما تقول تعيسة بالمعنى العامي. زين، يعني اليوم العراق يمر بكثير أزمات نعم، أزمة الكهرباء، أزمة الماي، أزمة العمل، برأيك هذه الانتخابات راح تغير واقع العراق؟ يعني ممكن يرجع العراق مثل قضية ترجع الحركة الاقتصادية؟ رأيي شخصي غير؟ نعم، رأيي شخصي كل سبيل للنجاح بهذا البلد ماكو، هذا رأيي شخصي يعني، لا انتخاب لا غيره لا غيره صفر. رأيك بالشعارات الانتخابية اللي تطلع على الشارع؟ رياء بس، دعاية انتخابية وصرف فلوس، الفلوس اللي صرفوا على الدعاية الانتخابية لو يوزعوها للعالم هم الناس نعم. يستفاد منها أكثر. أنت شلون تشوف هذه الصرف المبالغ على الدعاية الانتخابية؟ يعني هذه مبالغ مالية جدا كبيرة، من يجيبوها هذه الكتل السياسية؟ كل جهة وتدعمها جهة ثانية، وكان الله يمثلني، شغلة مدروسة ما يحتاج لها توضيح. يعني على حساب يعني المواطن؟ طبعا، علي وعليك وعلى هالشباب وعلى هالناس القاعدة، كان الله يمثلني. نعم، شلون تشوف حركة السوق؟ ممكن ترجع ما ترجع؟ والله ترجع في حال انه توفر الخدمات، سعر الصرف يا اخي دمرها للعالم، والله دمرها. يعني هسه احنا مثلا نقول هاي ملابس، هاي مو سلعه انه شيء ستاندر مثلا بالحياه اليوميه، كل المواطن العراقي نعيفها هاي، نروح على الغذائيه كلها صعدت، يعني عندك فاتر القلم اللي هو مات الساعه صار ب 500، اللي هو كان ب 250 هسه صار ب 500، تروح تطب للسوبر ماركت تشتريه ب 500 دينار ذاك من ذاك نعم. اللي بيع على سعر القديم نعم. احنا نقول على ابسط الشغلات مثل نعم مثل. باختصار نعم، دور الحكومه تجاه المواطن من كل الجوانب شلونه؟ يعني مع احترام غير نعم صفر، والله صفر. هاي قدام كاميرتكم وقناتكم موقره اصلا مو يم المواطن، ولا يم المواطن ولا يم الفقير ولا يم التعبان ولا يم الوضع، اصلا الجمل بما حمل هو على المواطن، شلون خلي يعيش خلي يعيش. احنا نشكرك على راسك، شكرا حبيبي، شرفت بحضرتك، شكرا لك، شكرا. تواصل وياكم مشاهدينا الكرام ونكمل جولتنا من برنامج الشارع العام. لاحظنا الحركه التجاريه وشفنا هنا الشباب، يعني الله يعين هذه الناس والله يعين الفقره، يعني قال الشاب اللي يجي يشتري من المحل يعني قطعه واحده ويكتفي، يعني مو مثل قبل الحركه التجاريه ممكن شاب يشتري البنطلون والقميص وبقيه الاشياء، لكن اليوم هو ده يشتري قطعه واحده. أثرت هذه الارتفاع الدولار أثر على كل العراقيين، يعني هنا الأخ قال أنا عندي خريجين، هم ثلاثة خريجين وقاعدين بالبيت، يعني ناهيك عن آلاف الخريجين اليوم هم قاعدين بالبيت بلا عمل بلا شغل، ودور الحكومة واضح، يعني اليوم هي حتى الناس يئست من خلال الدور الحكومي، يعني ماكو أمل، الناس تقول لك احنا بالانتخابات ما عندنا أمل، وأيضا بحركة السوق اليوم بسبب هذه السياسات اللي دمرت الحركة التجارية، دمرت الدينار العراقي أمام الدولار، سوت مشاكل كثيرة
الناس قامت قالت احنا صعب ترجع الحركة التجارية مثل قبل، صعب يرجع السوق مثل قبل، مما ان احنا على ابواب عيد. يعني اليوم احنا على ابواب عيد، وهذه الحركة اللي اذا تشوفوها انتم الناس ما تقدر تشتري. الله يكون بعون الفخير اللي ما عنده، الفخير اليوم اللي ما عنده يشتري لأطفاله، ونعرف احنا فرحة الأطفال بملابس العيد. لكن هذه الأسعار وهذا الوضع الاقتصادي اللي يمر به البلد هو يأثر على كل العراقيين، ناهيك عن باقي المشاكل. اليوم مو بس مشكلة الدولار، كثير مشاكل يواجهها الشاب العراقي. اليوم الشاب العراقي تكثر عمليات السلب والنهب بسبب العوز. اليوم ماكو فتح مصانع للشباب، ماكو خدمات، ماكو شركات اليوم تعمل بالقطاع الخاص والقطاع العام. هو اثنينها، هذا القطاع الخاص والعام، هي تعاني من المشاكل. لكن نتأمل خير، ونتأمل بأنه ترجع الحركة وترجع الأسواق إلى ما كانت مثل قبل. نعم حبيت المشاهدين نتواصل وياكم، خلينا ناخذ فاصل قصير ومن بعدها نرجع، خليكم ويانا. نرجع وياكم أحبة المشاهدين من بعد الفاصل ونكمل جولتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا بي؟ أغاتي ميت. الشغل والعمل الآن حجينا. شغل العمل يعني إسا موسم عيد شوية تشوف هاي الحركة. نعم. باقي الأيام الأيام أبد ماكو أي حركة. نعم. لأن العالم تعبت، صعود الدولار أول شيء هاي، والمواد غالية إلى درجة، من لحومها، من ملابسها، من أي شيء غالي جدا، يعني أضعاف. نعم. أضعاف. لأن قطعوا الاستيراد ما اللحوم، قطعوا أي شيء عندنا. اليوم أسعار اللحوم صاعدة، يعني اليوم الأفخاذ توصل 4000 دينار، كانت 2000 دينار، نصف سعرها الأفخاذ، أفخاذ الدجاج. نعم. وبعد إلى صعود، إلى صعود، لأن الكرتونة كانت ب 25 إسا 50000 أو أكثر. صدر الدجاج كان ب 30000 إسا ب 60000. يعني أحسب، قطعوا المواد وما عندهم شيء، يعني قطعوا المستورد وما عندهم المحلي اللي يوفرون للمواطن. نعم. يفترض بأنه المنتوج المحلي يكون رخيص، يعني لو طبقة البيض هي عراقية ب 7000، اي نعم، المستورد تجي ب 2000، فالمفروض تكون الدعم المنتوج المحلي يكون هو أرخص من المستورد. بالعكس، لأن السحب أكثر عن المحلي، ما عندك يعني أنت الدواجن وعندك يعني مجازر توفر حاجة البلد كلها. يعني اليوم عندنا قلة بالدواجن. طبعا كانت بالتسعينات احكي لك دواجن، كلها دواجن مجازر عراقيه، يعني ببغداد حوالي بال 30 مزرعه، ببغداد ويعني بيادر يعني 30 مزرعه توفر حاجه البلد. نعم. هسه ماكو مجازر عراقيه، وما يعني الدجاج العدل نسبه الى موسم بالصيف، جوز بالشتاء او الشتاء بالصيف، يعني بين ما يكبر بين ما يعلفوا تمام، يعني قليل جدا. زين، واقع الخدمات، الكهرباء، المي، انت كمواطن شلون تشوفها؟ من أسوأ الى أسوأ، من أسوأ الى أسوأ. يعني الوعود اللي وعدوا لك اياها كلها كذب، واحنا على موعد انتخابات، يعني يقول لك انا ابني وعمر واسوي، كلها كذب بكذب، كذب بكذب. يعني هسه الوطنيه تجي، اكو وطنيه ايش قد تجي هنا كم ساعه باليوم؟ ما تحدود ساعه ساعتين. وعندنا هسه احنا دوائر مرتبطه ويا الدوائر هنا مال المحكمه، هاي يربطونا هسه، ماكو دوام، ماكو كهرباء للعصر، تجيك ساعه او اقل. نعم. ماكو يعني عندك امل بهذه الانتخابات؟ لا، ماكو اي امل. ليش هذا اليأس عند العراقيين؟ شنو السبب يعني؟ لان جربناهم عده سنين وماكو، نفس الشيء، انا اعمر واسوي وهاي كلها كذب بكذب. نعم. جود ينتقمون من المواطن، وأنا أقول لك إياها بصراحة، هذا لقائي يعني أوصي. نعم. الجهات العليا. نعم. جو يعني الوزراء الجاينة دي ينتقلون من المواطن، انتقام من المواطن، من أسعار، من خدمات، من أي شيء، من وظائف ماكو يعني. حضرتك هنا عندك هذا البسطية تشتغل؟ اي نعم. شلون مدبرها عيشتك هنا والدنيا حارة؟ هاي البسطية إيجار بيتي 450، مولدتي، اقساطي، والحمد لله الله دي يدبرها، موالي الحمد لله. ارجع للبيت اقول شلون تدبر هاي العيشه ما اعرف، الحمد لله الله دا يدبر. زين، الدوله منطيتك راتب وموفرت لك راتب؟ لا راتب ولا اي شيء، وما اريد منهم شيء، بس يعفونه حالنا. نعم. بس يعفونه، يعني حاسبين رجعون الدولار الى 125 او 120. نعم. احنا نشكرك يابا. عيني غلط، وانا اعتذر على باب الله، طولنا عليك. شكرا لك. اعتذر على شكرا لك. شكرا. تواصل وياكم مشاهدينا الكرام،
خلينا نشوف الحجاج هنا ونتحدث وياهم ونشوف الحركه التجاريه هنا. الحج هنا مثل ما بدنا نشوف زميلنا المصور وانه داعش على هذه البسطيه، ما عنده لا راتب ولا شيء، وكثير حاله حال كثير من الناس اللي هم ما عندهم راتب ولا يمتلكون راتب وداعشون بسبب الرواتب. اليوم يعني بهذا العمر يفترض ان يكون عنده راتب، راتب رعايه، راتب تقاعدي. كثير اليوم من كبار بالسن العراقيين هم ما عندهم رواتب وما يمتلكون رواتب. للاسف الشديد يعني هذه الشيبه نتمنى ان الحكومه تلتفت الى هذه الشيبه المباركه ونشوف لهم دور. يعني اليوم هذا الرجال يفترض الان يكون بالبيت يعني مرتاح، لكن بهاي الحراره وبارتفاع هذه الحراره هو دا يعمل ودا يشتغل ويقول انا على هذه البسطيه عايش وايجار 400 الف دينار. يعني اليوم الايجارات شنو السبب ارتفاع هذه الايجارات؟ يعني ارتفاع على الايجارات يفترض ان تكون اكو خدمات، يفترض ان تكون كهرباء وما في ارتفاع هذه الايجارات. يعني هسه اتعس منطقه في بغداد هي ايجاراتها غاليه، المواطن اليوم احنا عندنا ازمه سكن، اليوم سكن ماكو، الناس دا تعاني من السكن، بنفس الوقت العقار غالي، اليوم العقار هو مرتفع ارتفاع جدا كبير، ونشوف انه اكو ناس فقره صعب ان تشتري قطع اراضي وتكمل بيوتها او تبني بيوت. خلينا نشوف الحج هنا شلونك يابا؟ الله يساعدك. اليوم شنو سبب الايجارات وارتفاع الايجارات بالعراق؟ يعني اليوم المناطق الراقيه والغير راقيه اليوم هي نفس السعر، نفس الايجار، اليوم المواطن العراقي شلون يدبر الايجار مالته؟ والله المشكله من ارتفاع سعر الدولار طبعا المحلات رفعت ايجارها. يعني هاي توعز وتحل نتيجه رفع سعر الدولار. فالعالم يقول لك انا اذا كنت ماجر 550 ما راح يسدي. فسواه 750 وبالمليون سواه مليون ونص، كلها يرجع الدولار على الدوله. الحكومه ما نظره المواطن بنظره ايجابيه، نظره مثلا هسه شوف ركود بالسوق نتيجه سعر ارتفاع الدولار، راتب ماكو، العالم تشتري. نعم. نادرا واحد يشتري سلعه سلعتين خلاص. نعم احنا تجولنا بالسوق وشفنا الحركه هنا، شغل ماكو، عمل ماكو، شو يعني السوق هنا شبه فارغ. يعني شلون؟ السوق حركه تجاريه اليوم هنا ماكو. لانه فلوس ماكو. يعني السيوله ماكو حتى واحد يشتري. رواتب ماكو، الراتب هم قام بعد ما يسد اللي ياخذ مليون يعني بحوالي 8 اوراق 9 اوراق ما تفيده، عنده ايجار، عنده غير شكل، فما قام يصرف لانه يجي قليل ما يقدر يصرف بعد كثير، نتيجه الدوله وسياستها الاقتصاديه سياسه خاطئه ضد المواطن. ايش بيها هذه السياسه؟ شنو شفت من هذه السياسه؟ يعني معناها هم ما ينظرون للمواطن نظره ايجابيه بحيث هاي المرتفع الدولار راح ياثر عليه. من يضرون اللي يبيع مي او الفقير او غير شكل، خلوها كلها يحصلوها بس يمهم، الفائده لهم والشعب ياكل براحته. نعم. هاي المشكله، سياسه الدوله الخاطئه الاقتصاديه اثرت على السوق حيل. نعم. زين الانتخابات ورايك بيها؟ والله انتخابات محسومه بيها تزوير. كل حزب عنده جمهوره، فالجمهور راح ينتخبه، انت مرحت حضرتك وانا مرحت ما يهمهم. هم كل واحد كل حزب عنده فد مليون مليونين، هم ذول راح يمشون. تزوير لا حي على الصلاه مثل ما يقول. نعم. بعض المرشحين اليوم دا يستغلون المناطق الفقرة ويقدموا لهم بعض المبالغ الماديه ويقدموا لهم اشياء احتياجاتهم. المواطن الذكي لازم يقراهم، والمو ذكي يقعد بالمصيده. الذكي يقراهم يقول ذول جايين على فائدتهم ياخذون يعطونا فلوس فد ورقه واحده ياخذ صوته. نعم. اذا جاك احد المرشحين ونطاك 100 دولار؟ لا ما ممكن، لان تلتغى الحياه بيده، يخاف من جره الحبل. فاحنا اللي دغنا كم مره 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 بعد انتهت. جينا وياهم بالبدايه وضحينا وانتخبنا وسوينا اشكال وكنا مناطق ساخنه وحروب وتحدينا الارهاب ورحنا انتخبنا رايك هم العلا واحنا السفلى. نعم. رايك مستقبل العراق بعد الانتخابات؟ والله اذا تبقى هاي السياسه الحكومه الاقتصاديه والسياسيه والحزبيه البلد هنيئا لك، انت جزء موظف غيرك بعد ما يحصل هاي هات. نعم. هاي سوق الاحزاب والبلد مسكت احزاب، ما تنظر بعيد، تنظر اليوم، تاكل اليوم، تحط بجيبها اليوم، جمهورها فقط والباقي خلاص. نعم. احنا نشكرك يابا. حبيبي شكرا لك. شكرا. نتواصل وياكم قبل جولتنا حبة المشاهدين هنا في منطقة البياع شارع 20، شفنا الحركة الاقتصادية هنا ورصدنا لكم الحركة هنا، نكمل جولتنا ونشوف الشباب هنا ونتكلم وياهم. الحج هنا قال بأنه ماكو أمل، يعني اليوم العراقيين أغلبهم فقدوا الأمل
بسبب السياسات اللي حكمت البلد، يعني ما قدموا شيء للمواطن العراقي وإلى العراقيين، يعني بدأوا الناس تفقد الأمل مالتها. لكن احنا نبقى نتأمل، يعني اليوم الشاب العراقي والمواطن العراقي هو أكيد نسبة كثيرة عندنا أكو أمل، نتأمل بالخير والخير جاي. لكن للأسف الشديد ما نلاحظ شيء ملموس على أرض الواقع من ناحية الخدمات، هو من باقي الخدمات اللي يعاني من عندها المواطن العراقي. الله يساعدك، شنو سبب اللحم صعد اليوم اللحم المستورد؟ والله ما أدري، أنا مو بالمحل. مو بالمحل؟ لا. شلون تشوف الأسعار هنا؟ احكي لنا السوق، وضع السوق. والله شلون تشوف حركة السوق هنا؟ ما راني اليوم هنا، أنا جيت على ولد يعني ما أعرف. نعم. زين الوضع بصورة عامة، الكهرباء، الماي؟ خير وبركة الحمد لله والشكر. نعم متوفرة؟ خير. نعم ما تطفى أبد؟ أبد. نعم. لا تطفى كهرباء، رواتب تجينا، فلوس، تفتح الكنتور يوقع. نعم. خير من الله. الحكومة ايش قدمت لك أنت كشاب؟ أنا شنو اللي قدموا لك؟ والله حجي حكي وايد. نحكي وياك هنا. تفضل. تفضل تفضل هنا. لا تفضل. نعم. مستقبل ماكو بالعراق. اي شيء يعني شو وفروا لنا؟ اللحم ماكو، عنا عزلناه هذا المحل الله وكيله. حق السودان احسن من عندنا. عزلتوا المحل؟ عزلناه والله بالله، هاي راس الشهر راح نعرضه للبيع. شنو السبب؟ ماكو استيراد عمي، رجعونا الاستيراد. الله وكيلك 4 بلد في البيض. الصدر ب 52,000 وماكو، كان ب 37 ب 36. دمرونا. التجار دمرونا، عزمة اقتصاد. شنو دور التاجر اليوم؟ دور التاجر شنو؟ يعني هو اللي يرفع الاسعار، هو اللي يتحكم بالاسعار، وزير الزراعه عجي كل احزاب، كل هذا بلدنا تتحكم فيه الاحزاب، غير هذا ما. نعم يعني اليوم المواطن الفقير ينتظر 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 الاستيراد، بما انه الاستيراد كان طبقه البيض ب 2000 و 3000 دينار، اليوم العراقي 7000. 6000 كان من كان يطبون الاستيراد، 6000 الطبقه البيض ب 4.5 والاحمر ب 5، هسه وين هسه ب 6.5، هاي اللي قدام هسه تشوف قطعه 6.5 والخشب ب 7. الى الله الفقير. زين الفقير احكيني، لا أنا انت صاحب محل كنت تشتغل هنا وحاليا راح تعزل، شلون اقبل الناس؟ مثل قبل يشترون مثلا كيلو والكيلو وين؟ لو قلد عن نص الله وكيلك، عن نص اول تربح جت ما ادري عادت بلف. قلت له ما عندي بلف، حتى الميزان ما يبقى شو ازيد ليش بلف؟ كان ياخذون ما شاء الله خير من الله سمام. نص كيلو انا قلت باحث هسه مسوي انصاص صوت. نعم. مسوي انصاص. زين هذا اللحم شنو وضعيته؟ احكي لنا عنه، مين هذا اللحم؟ كله مستورد هذا سكتاوي. سكتاوي يلا نشتغل عراقي، ما في السوق، العمل، الكهرباء، المي. كهرباء على والدي هسه يا كهرباء عمل امك صدقت ثلاث شاق لو تريد حكينا قول. لا انا بدي اشوف انت هنا بمنطقه البياع كهرباء عمي 250,000 دجاج والمقطعات. شو بيها الدجاج والمقطعات؟ صارت تجيبها تجيب مخدرات، تنبيع مخدرات عبالي. زميل المصور دخلنا هنا، خلينا نشوف خلينا نشوف هنا. الله وكيلك. نعم. من شان المستورد للسقف، الغراب والسقف. من شان المستورد هذا المخزن متروس؟ غراب للسقف، شان ما حد ين هذا عمي، واحد قسمناه. أجرناه واحد عفناه. حاليا هسه ايش فارغ؟ قلت الله وكيلك شان للسقف، ترى لا تطبق وتحمل. هسه ما يعني للأسف وصل هذا المستوى بكهرباء المحلات. اللحم يخرب مرات من ذب الله وكيلك، كهرباء ما يومين إذا ماكو كهرباء هذا كله يبرد. هذا هو على الحساسات كلها تحت الصفر. نعم. الامبير هنا شلون سعر الامبير هنا للمحلات؟ 20 مرات اذا يسهل يوم ب 15 اذا الوطنيه يسهل. زين زين احنا على بوم انتخابات وحضرتك انت راح تعزل المحل مالتك، عسى ولعل ان شاء الله ترجع الحركه الاقتصاديه و والله احنا نتامل خير من الحكومه الجديده. بس انا يعني مش شان من هاي الحكومه بعد 100 سنه مثل ما صار لنا شارك. اليوم ليش هذا التشاؤم؟ تشاؤم بلد منهار عمي، احنا شباب قاعدين ساكتين، قاعدين ساكتين لا شر ولا. نعم، الحكومة ايش قدمت للشباب بصراحة؟ شنو اللي انطت الشاب العراقي؟ شرطة ضيم وقتل وحرق وتسول، إذا توقف هنا بشارع 20 شعرك يشيب، يشيب على وقتك. شكو احكي لنا شنو الشاب يجيك يجدي، مرة تجيك بنية يجدون، عمي الشعب قام يجدي، حصر عليهم اللقمة الله وكيله. نعم. هذا نحكي بعد احنا نشكرك. اشكرك. شكرا لك والله يوفقك، واحنا هذا الخبر بصراحه يعني يلا شو السوى ان شاء الله الله يعوضك بالجايات ان شاء الله. شكرا لك. الله موجود ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. نعم محبه المشاهدين، رصدنا لكم الحركه التجاريه هنا في منطقه البياع، وشفنا هنا الاخ يعني للاسف الشديد هذا وصل حال بانه يعزلون المحلات. شفنا المخزن هنا كان يقول
ينترس للسقف من البضاعات اللحوم، لكن اليوم هو فارغ وراح يعزل المحل بسبب غلاء الاسعار. يعني غلاء الاسعار طفره جدا كبيره، وهذه كلها تاثر على المواطن الفقير وتاثر على ايضا اصحاب المحلات. يعني صاحب المحل اليوم ايضا ما يقدر يشتغل بسبب هذه الارتفاعات وبسبب استمرار سعر صرف الدولار. نعم نكمل جولتنا احبتي المشاهدين، نكمل جولتنا ونشوف. الله يساعدك يابا، شلونك؟ زين السوق شلونه؟ تعبان السوق. شبي تعبان؟ كل شبي تعبان. نعم حضرتك جاي تتبضع؟ لا والله هذا محلي. محلك هنا. أنا انت كصاحب محل واحنا على ابواب عيد، الحركه التجاريه احكي لنا شلونها؟ ماكو حركه تجاريه اصلا، ماكو عيد، ماكو شيء اسمه شنو العيد؟ كنا قبل يوميه يعني ما تقدر تروح في المحل دقيقه واحده. هسه ما عارف المحل من الصبح لليل، لا شغل لا عمل. زين هنا شلون راح تدبروها بالايجاراتكم عمالكم؟ شلون راح تدبرون هذه بما انه انت تقول حركه ماكو؟ ماكو محلات هسه قاعد تفرق قاعد تسد. وشفنا هذا صاحب المحل اللحوم بانه راح يعزل. هسه دي قدام تلقى اربع خمس محلات هم فارغه. كان قبل يفرغ المحل ماكو يعني يوم يومين ما يطول يتأجر. بس قاعد محلات تفرغ ما حد يأجر. متعرف على هذا السوق كان سوق بحركه، وقبل العيد بعشرة ايام تبدا الناس تجي باستمرار من الصبح لحد الليل. بعد يومين ثلاث ايام ماكو عالم، ماكو ناس. العالم ما عليها شو تسوي شو تشتري. كلها فقره. زين شنو السبب؟ السبب هم هذول السياسيين التعبانين. ايش بيهم السياسيين؟ شو كلها تحكي على السياسيين؟ احكي لنا ايش بيهم؟ شنو ايش بيهم السياسيين؟ حراميه. شنو ايش بيهم؟ بس حراميه؟ خلصوا فلوس الشعب كلها. نعم. وهذا الانتخابات ممكن راح تغير شيء عملك بهذه الانتخابات؟ نفسهم راح يرجعون، لا انتخابات تتغير ولا نفسهم راح يرجعون يقعدون على الكراسي. اليوم اغلب المواطن هم عندهم يأس واحباط من هذه الانتخابات. ليش انت حضرتك هم تشاء من هذه الانتخابات لو تقول انتخب وممكن اغير؟ اصلا ما انتخب. شو غير؟ شو غير؟ كلها احزاب فازت. شو غير؟ بس لا تحكي على حزب ثاني يوم يجوز ما يروح. نعم نشكرك. نعم احنا نشكرك يابا، نشكرك شكرا جزيلا لك. شكرا. نعم احبتي المشاهدين رصدناكم الحركه التجاريه هنا وشفنا الحركه في منطقه البياع. ناس للاسف الشديد اليوم ما تقدر تطلع مصرفها، ما تقدر تطلع الايجار، ما تقدر تطلع مصروفها اليوم بسبب هذه المشاكل اللي يدمر بها البلد. يعني شفنا الحركه التجاريه، ناس بدها تعزل محلات ومحلات للايجار، ناس ما عندها ايضا تشتري. يعني اليوم الحركه التجاريه هنا بانه هذا السوق مهم، سوق له تاريخه وسوق قديم، اغلب المناطق العراقيه تجي هنا تتسوق بما انه هو سوق مشهور وسوق كل شيء متوفر به. لكن للاسف اليوم هي ارتفاع الدولار والمشاكل الاقتصاديه وكثير مشاكل اليوم هي عرقلت حركه التبضع لدى المواطنين. نعم احبتي المشاهدين وصلنا الى ختام جولتنا لهذا اليوم من برنامج الشارع العام. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل والمصورنا باقر. شكرا جزيلا والى اللقاء.